قررت شركة أوبر العالمية التوسع في استثماراتها بمصر، حيث اختارت الشركة مصر لتكون أول دولة في العالم يطلق بها خدمة أوبر باس. وقامت وزيرة الاستثمار سحر ناصر والرئيس التنفيذي لشركة أوبر دارا خسرو شاهي والقائم بأعمال السفير الأمريكي توماس جولد بارجر بإطلاق هذه الخدمة التي تأتي في إطار خطة أوبر الاستثمارية في مصر بضخ 100 مليون دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة. هذا وأكدت نصر دعم الوزارة لكافة الشركات المستثمرة في مصر لتوسيع نشاطها. احنا كحكومة كنا حريصين ان احنا نتحرك سريعا بإطار تشريعي ومؤسسي داعم للاستثمار. بدينا بقانون الاستثمار، ويعني قدرنا نحط كل الحوافز والتيسيرات لدعم الاستثمار في جميع القطاعات. سعداء بالإعلان عن أوبر باس، لأن بالفعل ده كان من أهم التكليفات. سيادة الرئيس قال إحنا عايزين خدمة تقدم، أفضل خدمة تقدم للمواطنين. الخدمة ما تكونش فقط في القاهرة، لكن تكون متواجدة في المحافظات وفي القرى والمدن، ونكون في خدمة تقدر تكون التكلفة كمان أقل، عشان نقدر إن إحنا شركات مثل أوبر تقدر إنها تقدم هذه الخدمة المهمة لجميع المواطنين وجميع الفئات. بدوره أكد مدير شركة أوبر في الشرق الأوسط عبد اللطيف واكد في تصريحات خاصة لقناة تن أن الشركة ستواصل الاستثمار في مصر، وأنها ستقدم خدمة متميزة للمواطنين وستكون بأسعار مناسبة. أوبر باص يمكن بينطلق لأول مرة عالميا بالنسبة لأوبر هنا من القاهرة، فأول مكان يتم فيه تجربة أوبر باص هو في القاهرة. أي حد بيستعمل أوبر هيقدر أنه ينزل الأبليكيشن عادي جدا، هي نفس الأبليكيشن، بيفتح الأبليكيشن يحط المكان اللي هو رايحه. حاليا الأوتوبيسات شغالة من مدينة نصر ومصر الجديدة لغاية المهندسين والعكس، فيقدر أنه يحط المكان اللي هو رايحه، هيطلع له التفاصيل بتاعت أوبر باص. فالسعر بتاع أوبر باص يمكن بيوصل، يبقى أرخص بيمكن 80%، فبيبقى سعر موفر جداً.